اعتراف. هنا التحديات. ليش في الاحتفالات في سيارات كبيرة مثل هذه وكاس الزبائن شفافة؟ أكثر من نص بحيرات العالم موجودة في كندا. يا أهلاً وسهلاً بالاحتفال 57 بعد 100 يوم كندا الوطني. موجودين في فانكوفر كندا بليس، أحد أجمل المناطق في داون تاون فانكوفر. خلونا نشوف كيف الناس مبسوطين. تعلمت من المناسبات الماضية أن أفضل طريقة للتنقل تكون بوسائل النقل العامة، خصوصا لما يكون الحدث في الداون تاون، لأن المواقف صعبة وغالية جدا وزحمة الطريق تخليك ما تستمتع بيومك. القطار تقريبا كل 4 دقائق. هنا نقدر نشوف إعلانات السوق الليلي في ريتشموند على القطار كل جمعة وسبت وأحد من 7 المساء حتى تقريبا منتصف الليل، والأيام هذه موجود إلى أكتوبر 14. وصل قطارنا اللي بيودينا على مكان الاحتفال. القطار له آداب، منها أنك ما توقف قدام الباب لما يوصل، تكون على جنب يمين ويسار الباب حتى تعطي المجال للي بيطلعون أنه ما يتصدمون مع اللي يدخلون. بعد ما يطلعون تقدر تدخل بكل سهولة. لا تغامر وتوقف في مكان ممنوع الوقوف فيه، خصوصا في الأيام اللي تكون فيها مناسبات كبيرة. رايح السيارة بيدفع مخالفة وقوف خاطئ ومخالفة سحب السيارة، وفوقها بينفجع لما ما يلقى السيارة. خلونا نعرف بعض المعلومات عن كندا. كندا تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم. سؤال، وش هي أكبر دولة؟ اكتبوا جوابكم تحت، وإذا ما تعرفون توقعوا. بسبب أنها دولة كبيرة جدا، يوجد في كندا 6 أوقات مختلفة في دولة واحدة. التوقيت عندنا في فانكوفر الآن يختلف تماماً عن التوقيت في أقصى شرق كندا. ما أعرف من هي أول مدينة وضعت اسمها بشكل هذا، لكن بالنسبة لي الفكرة جميلة جداً، سواء للسياح أو حتى أهل البلد. فيها جانب تسويقي كبير جداً للمدينة، عشان كذا مدينة فانكوفر راح يصوتون نهاية هالسنة على وضع اسمها بشكل دائم، لأن هالاسم اللي تشوفونه قدامكم موجود فقط لنهاية شهر سبتمبر. في طريقي لمكان الاحتفال شدني طابور طويل. لما قربت منهم عرفت السالفة وعجبتني الحركة. يطبعون على خدك شعار كندا، وهي ورقة شجرة الميبل، بدولار واحد. بما أننا تكلمنا عن دولار، فلا يفوتك الفيديو المختصر اللي سويته عن طريقة استئجار كرفان بدولار واحد في أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا. الفيديو بتلقاه في قناتي تحت الشورت. كان احتفال فانكوفر باليوم الوطني هو ثاني أكبر احتفال في كندا بعد العاصمة أوتاوا، ولكن هذا الكلام حتى عام 2017. بعدها المدينة قررت إلغاء المسيرة أو الباريد اللي كانت تمتد من شارع جورجيا حتى نهاية شارع بورد في كندا بليس. المسيرة اللي كان ينتظرها الناس كل احتفال وطني بدأت في 2009، واللي يميزها أنها ما كانت مقصورة على الكنديين، بل كانت دول كثيرة تشارك فيها، ومنها السعودية اللي شاركت عامين متتاليين في 2012 و2013. خلونا نعرف بعض المعلومات عن كندا. قبل أكثر من 100 سنة كان هذا اليوم في كندا يسمى دومينيون داي أو يوم السيادة، ولكن قلبوه وخلوه كندا داي. أكثر من نص بحيرات العالم موجودة في كندا، بما يقارب من 2 مليون بحيرة موجودة في الدولة هذه. بالرغم من أن كندا كبيرة جدا، إلا أن عدد سكانها في آخر إحصاء 41 مليون، و90% من هذول السكان يعيشون على الجزء القريب جدا من الحدود الأمريكية. غيرت البطارية، بعدين اكتشفت البطارية هذه فاضية، لكن مع بطاريتين زيادة إن شاء الله ما يكونون فاضيين. الحمد لله البطارية الثالثة طلعت مشحونة. أنا كنت ناوي أقول إنه التصوير بالطريقة هذه عجبتني، أحسها زاوية مختلفة، أول مرة أصور بشيء. هنا التحديات، هنا التحديات. اللي كنت قاعد أقوله إنه أنا مبسوط جدا تصوير بالزاوية هذه، أحسها زاوية غير، وجالس أقدر أتكلم عن شارع مثل هذا. والجميل في جو برو 12 إن في شاشة قدام توريني أنا كيف قاعد أصور. أول صيف المدينة على حسب علمي تقفل أجزاء من الشارع هذا وتخليه فقط للمشاة، والخطة أنها تكون على مدار الصيف. اعتراف، طلعت المايك لأني اكتشفت بعد أكثر من تصوير لمكان المايك داخلي، في
في بعض اللقطات كان المايك ما ينزل، يصير فيه مشكلة في الصوت لما حطه هنا أو هنا ما يكون مناسب. فالحين عرفت ليش اللي يستخدمون المايك هذا يستخدمونه بالطريقة هذه. ليش المدن تستضيف مناسبات موسيقية؟ الأسباب كثيرة، ومنها أن الناس غالباً ينجذبون للصوت، والموسيقى في الثقافة الغربية حجر زاوية لأي مناسبة. أيضاً سهولة تنظيم حدث اليوم كامل وبحضور أكثر من فنان وفرقة موسيقية مقارن لو أردت مثلاً تقديم عروض غير موسيقية. من الأسباب لانتشار المناسبات الموسيقية أن الموسيقى لغة يفهمها ويتفاعل معها الكثير. ممكن تلقى ناس يرددون أغاني وهم حتى ما يعرفون معاني الكلمات. فانكوفر من المدن المشهورة في رحلات الكروز أو السفن الكبيرة، وأحيانا يكون فيه 3 سفن في وقت واحد، وكل سفينة تشيل ما بين 3,000 إلى 5,000 مسافر. عليك الحسبة. في تصميم الفعاليات، الأمان هو أكثر شيء يحرص عليه منظمو هذه الفعاليات. عشان كذا أكياس الزبالة الكرومون تكون شفافة حتى ما يقدر أي أحد يغبي شيء في الزبايل ويضر الناس. أيضا سيارات البلدية الكبيرة مثل الشاحنة اللي نشوفها توضع في نهاية بعض الطرقات حتى تمنع أي محاولة اقتحام للمكان بسيارة أو شاحنة. السلام مهمة وكل شيء محسوب، والله سبحانه وتعالى هو الحافظ. اعتراف أخير إن شاء الله أخير. الفترة الأخيرة ما صرت أستمتع كثير بالفعاليات في فانكوفر، والسبب أن المدينة للأسف سمحت بالحشيش، وصار عدد الناس اللي يستخدمون الحشيش بازدياد، مما خلاك أنك أنت تقدر تشم الحشيش في أكثر من مكان. هذا للأسف بالنسبة لي ما يخليني أرتاح لما أروح لكثير من الأماكن اللي تصير فيها فعاليات. اليوم مثلا في كم واحد مر قدامي وكان يحششون، ما أدري يعني الله يعافيهم ولا يبلانا، الريحة سيئة، لكن هذا ما عذر. بطلع إن شاء الله لفعاليات أكثر حتى منها أنبسط وعيش الأجواء الجميلة في فانكوفر وما حولها، وخليكم تشاركون معي هذه اللحظات. شلون أني مبسوط على التصوير صراحة. في هالمناسبات تشارك الكثير من الجهات الحكومية. هنا مثلا نشوف الجيش حضر ببعض العساكر ومدرعة، سمحوا للناس بركوب المدرعة والتقاط الصور فيها، ولبسوهم بعض المعدات الحربية وخلوهم يلتقطون الصور معها. وبجانبهم شرطة المدينة شاركت، وكل الجهتين سمحوا للناس بالتقاط صور مع أفراد الجيش والشرطة. هذا التواصل بين القطاعات الأمنية والناس يزيد من محبة واحترام الناس لأفراد هذه الجهات. لا صورهم مبسوطين عليه. أكيد ما تحلى الجمعة إلا بالمأكولات والمشروبات. الحق وتلحق. وكذا نكون وصلنا نهاية الفلوج. يا رب إن شاء الله يكون عجبكم، وترقبوا الفلوج الجاي. ما أدري وين بيكون، لكن اللي متأكد إني أبغاكم تكونوا معي. We love you, Vancouver. Thank you so much. Have a wonderful day.